أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، ذهبت مرة إلى المدينة النبوية مع عائلتي، وكنت أقود السيارة طوال الرحلة على أن أعود من المدينة إلى مكة لأداء العمرة. وعندما انتهينا من زيارة المدينة نزلت بهم عند أبيار علي لكي يحرموا، ولم أحرم أنا إلا بعد أن دخلت مكة في مسجد التنعيم وأحرمت منه وقمت بأداء عمرة. هل يلزمني أو هل علي شيء؟ أخطأت في هذا خطأ كبيرا، لأن الواجب عليك أن تحرم من أبيار علي من ميقات أهل المدينة لما مررت به وأنت تريد العمرة، ولكنك تجاوزته بدون إحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فلا يجوز لمن يريد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. ولكن عمرتك صحيحة وفيها نقص لتركك الواجب وهو الإحرام من الميقات، اجبر هذا بدم فدية البحوى في مكة تجزي في الأضحية وتوزعها على فقراء الحرم. نعم.